بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. نلتقي بحضراتكم في هذا اللقاء حول أساس من الأسس التي خلق الحق جل جلاله الإنسان عليها. هذا الأساس هو أن الله سبحانه وتعالى فطر الإنسان على محبة العلم والإبداع. مما ميز الحق جل جلاله به الإنسان أنه أودع فيه هذه النفس، هذه اللطيفة الربانية، وهي بطبعها علامة ومدركة للأشياء، يعني من طبعها الذي فطرها الحق جل جلاله عليها أنها تحب العلم وأنها تريد أن تدرك الأشياء على حقيقتها. وهذا ما أخبر الحق جل جلاله به في قصة آدم عليه السلام في قوله سبحانه وتعالى: علم آدم الأسماء كلها. فهذا التعليم من الحق جل جلاله للإنسان الأول آدم عليه السلام يريد الحق جل جلاله أن يلفت انتباهنا أن طبيعة الإنسان مستعدة للعلم وأن طبيعته مستعدة للإبداع. بل إننا حين ننظر في ثنايا القرآن الكريم، وهو آخر خطاب وجه الحق جل جلاله به البشر، قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حين واجهه الوحي بقول الحق جل جلاله: اقرأ. فالحق جل جلاله يريد أن يلفت انتباه أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الأمة المرحومة الخاتمة، أن أول ما ينبغي أن تشتغل به هو العلم. ولذلك أخذ أئمة الدين أن أول شيء ينبغي على الإنسان أن يقوم به ليتبصر طريقه في معاملته لله وفي معاملته لنفسه وفي معاملته للناس، قالوا هذه القاعدة: طلب العلم للقيام بالأمر. يعني واجبك أن تطلب العلم لكي تقوم بأمر الله سبحانه وتعالى في كل ما أمر وفقا لمراده. وهذا الذي أمر الحق جل جلاله ليس العبادات فحسب، بل العبادات جزء مما أمر الحق جل جلاله به. فنحن مأمورون كما أخبر الحق جل جلاله في القرآن الكريم بعمارة هذا الكون، وهذه العمارة لن تكون إلا من خلال طلب العلم الذي ييسر لنا سبيل ذلك. وحين ننظر إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في تطبيقه للإسلام، نراه صلى الله عليه وسلم قد حرص على أن يتعلم أصحابه صلى الله عليه وسلم العلوم النافعة لهم التي تنفعهم في تحقيق عمارة الكون، والتي تنفعهم في تسخير هذا الكون للإنسان كما أراد الحق جل جلاله. كذلك من الأشياء التي فطر الحق جل جلاله عليها الإنسان وأودعها له في الكون لكي تكون له عبرة وعظة وآية يستثمر فيها أمر الحق جل جلاله هو الإبداع. بل الحق جل جلاله جعل من أسمائه الحسنى أنه المبدع الذي أوجد هذا الكون على غير مثال سبق. وقد بيّن لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن واجب الإنسان أن يتخلق بشيء من أسماء الله سبحانه وتعالى، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. قال أهل العلم: المقصود بالإحصاء هنا هو أن يتخلق الإنسان بمعاني هذه الأسماء في حياته مع نفسه، مع الناس، مع الأكوان. فواجب الإنسان المسلم أن يتخلق باسم الله سبحانه وتعالى العليم، فيطلب العلم وينشر العلم بين الناس. وواجبه أن يتخلق كذلك باسم الله سبحانه وتعالى المبدع، فيتطرق إلى الإبداع في الكون في سبيل عمارته وفي سبيل تسهيل الحياة على الناس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا إليه، وصلى الله وسلم على فيض رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد، والحمد لله رب العالمين.